بص انا وانت هنتفق اتفاق مع بعضنا اللي احنا نجرب البلاك افغانو على السيلفر سنت. طبعا دي شتوي حاجه فواحه 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 تمام، بس هنجربوها من شركه كويسه وهنقول لكم الشركات اللي هي ايه تتجاب صح عشان تترش صح عشان تثبت صح علشان تاخد برفان صح. يلا بقى قدر الفيديو بلايك بقى عشان ايه الكلمتين الحلوين اللي قلتهم دول. بص بقى هنجيبه من عند اي واحد بتاع برفانات في ال 30 مللي دي بلاك افغانو 4 جرام 4 جرام بلاك افغانو وسيلفر سنت 6 جرام سيلفر سنت 6 جرام. بقول لك ايه حاجه فيهم قسما بالله تكفي دي يعني واحده فيهم دي كومبليت فواحان لو من شركه صح او شركه كويسه. بلاك افغانو ممكن تجيبها شركه جوفيدان وسيلفر سنت ممكن تجيبها شركه لوزي. اقسم لكم بالله دي هتبقى جايبه من الاخر بالفوحان بالجزبان حاجه هتشرفكم. والمكان بقى اسكندريه محطه الرمل شارع الشهداء محل علامه العطور مستني كل اخواتي وعاملين عروض ب 100 بدل 600 واحلى اخوات ولايك لاخوكم.